على سلامتكم، مرحبا في حلقة جديدة من شو كيفاش. كالعادة على قناة زيتونة آخر حلقة في الموسم هذا، تابعونا كل نهار جمعة وتابعونا كيف كيف على صفحة الفيسبوك في اللايف في قناة زيتونة. حديثنا باش يكون سبور بحذايا ضيفة عندها برشا عناوين، هي متحصلة بطولة العالم في رياضة الكوشيكي مانيش غلط في موسكو سنة 2017، تحصل زاد مرتين على البطولة الإفريقية للكوشيكي، وهي رئيس الاتحاد التونسي للرياضة هذه، هي زاد الكاتبة العامة للاتحاد الإفريقي لرياضة الكوشيكي. كاراتي كول شنو كاراتي دو ما عليناش حاسيلو. مرحبا هاجر رمضاني، مرحبا. مرحبا بيك عايشك، شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة. نورتنا نورتنا هاجر. أول حاجة، علاش السبور هذوما اسمهم صعاب؟ خاطر يجيونا من الصين ومن اليابان، هما رياضات دفاعيه ديما باش تلقى معناتها لوريجين نتاعهم جينيرالمون بنسبه 90% اسيوي. رياضه مثلا كيما الكوشيكي اصلها ياباني. ياباني نقولوا كوشيكي، كوشيكي كاراتي، والا كوشيكي كاراتي دو. هذه كاراتي دو. كاراتي دو. اوكي، خلينا نفهموا شنو هي الكوشيكي الساعه. لو كوشيكي سيت ان ستيل جابوني. Un style de compétition, c'est le karaté, هو بيدو مي افيك كونتاكت. معناتها الضربه ما تتحسب الا ما تكون قويه ومسموعه ومؤثره في الخصم. كيفاه ترى؟ وي معناتها افيك كونتاكت، مش كيما الكاراتيه العادي. باهي ضربه ضربه تتسمع، الجمهور اللي يبدا يتفرج ما غادي لازم يسمع. هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه هكا يعني باليدين وبالساقين. هكا ولا باليدين بالساقين عندنا تحت الحزام انت والضربه تنجم، خاطر عندنا زاد البلاياج. داكور اللي معناتها اي عرفت عرفت تو هذوك ما الكل ما همش محسوبين، ما همش نقاط، يعني يقعدوا ينقزوا هكاكا تقعد تصطاد. فوالا بالغدره. فوالا تقعد تصطاد ولازم وقت اللي تدخل قويه، سينو ما تتحسبش. اش معناتها ضربه؟ لازم نسمع الطاف هكا؟ لازم تسمع طاف. لازم الضربة تكون لازم باف. باهي، اللي هي بالساق ولا ريت باليد. هو من بكري هاكا ضرب قداش من ضربة، ما يدوب مسو هذوك الكل مش محسوبين. فلا هانو دار وعملهم الكول وفي الآخر النتيجة صفر. باهي ما تتحسبش. باهي الكوشيكي هذه اسكو بالنظام الجولات كيفاش؟ هي فيها لا فيها جولة واحدة. الصغار دقيقتين والكبار ثلاثة دقائق، ولكن مش ثلاثة دقائق على بعضهم. تو مثلا وقت اللي يسجل نقطة يقف التوقيت، تتسجل النقطة تتعطى للزاربيتر اللي في الطاولة، يسجلوها سواء النقطة أو إنذار، ومن بعد يعاود يرجع الوقت. معناتها المباراة نتاع ثلاثة دقائق تتلعب ساعات حتى في 15 دقيقة. اوكي تلمون ثم. أما لازم يكون فما تحضير بدني قوي برشا، على خاطر كيما قاعدة ترى ريتها الكاسك مسكرة بكلها. حمايه نفس الماتريال نتاع البربال كسوسوا في الكاسك ولا في البلاسترون، مسكره بكلها وفيها نقبات تتنفس. متى اون فوا تنفست بالغلط حتى مثلا ديجا باش تضبب لك، لازمك وقتها اوكي لازم حتى نفس وتخرج متقطع. هذاك علاش احنا ديجا عملنا كونفونسيون مع اللايك بوكس اللي هو سي تنجم تقول سي لو كوشيكي، اما في برشا كارديو. خاطر لازم يكون عندك سوفل قوي، ما تنجمش تطاوق خمسه وسته وسبعه دقائق وانت مسكر عليك النفس وقاعد تخدم سورتو افيك كونتاكت، معناتها بقوتك بكلها. هذاك زاد ممكن لي راوند هكا اللي تعمل هكا قصار شويه قصار اي وفي حال تتعادل فما دقيقه تضاف. يزيد مثلا يحصل تعادل، بون هما رارمون وين تتعادل برشا مرات، يزيدوك دقيقة أخرى إذا تعادلت بعد زوز إضافات تولي بوندور. نحب نحكي على البالماريس بتاعك وبعد تو نوصلوا باش نحكيوا على البطولة العربية اللي باش تصير في تونس، علاش اخترت السبور هذا الساعة؟ والله أنا وأنت أنثى رقيقة جميلة. أنا الحقيقة درت على برشا رياضات قبل ما نختار الكوشيكي، عملت برشا رياضات وديجا عندي فيهم حتى نتائج، ولكن في كل مرة مثلا تطلع على البوديوم وتربح وكل ما شيء ولكن تخرج بإصابة. ما نعرفش هما لما حالا نسي يفهموني أكثر من الرجال في النقطة هذه. أنا واحدة من الناس ما نحبش وأرفض أني نربح وناخذ ميدالية اليوم
وغدوة أنا نعدي 10 أيام إيدي في الجبس وسنتي تتكسر ووجهي يفسد وتتحلي قداش من غرزة أين في روحي أين ما كنسل الكل فوالا كنسل الكل وحتى صغار ديجا 9 أعشار المنخرطين السناء نساو صغار اللي هي عمرها لا صارت في الرياضات الدفاعية خاطر الرياضات الدفاعية يمشيوا لهم أكثر الرجال المنخرطين النساء وصغار قريب دخلتوا الالف يظل المنخرط علاش يختاروا في الرياضه نسبة هذه الحمايه اللي فيها exactly. انت صغير وقت اللي تضرب هو خاصه يبدا صغير باش تبدا عنده نقص في الثقه في روحه باش يبقى ديما تروماتيزي حتى كي تتحرك هكا بحذاه يبقى ديما عرفتك اللي خاطرك ليه ضربه ووجعته فهمت النساء كيف النساء قاعدين يخمموا بنفس الطريقة اللي نخمم بها أنا هذا سبور يحمي برشا يوفر لك نفس معناتها لي زافونتاج نتاع الرياضات الدفاعية الأخرين مي افيك اون بروتيكسيون اوبتيمال اوكي اسكو اليوم هل بون انتم تخدموا في دي كومبيتيسيون تقول لي نحميك نحكيوا على خروج في الشارع مثلا البنايه ولا 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 وليد ولا ولا لغيره اليوم اسكو نجموا نطبقوا في الشارع حمايه كي نتعرض هو الكوشيكي فيه برشا نقولوا اختصاصات عندنا مثلا الكتا هي حركات استعراضيه تتحفظ اون سيري معناتها تلعبهم بالزوز ولا جروب والا وحدك هذيك استعراض وعندنا لي زوز كيما الكومبا اللي شفتها انت هذيك الكوميتي وعندنا البونكاي اللي هي بالعصا وعندنا فيه زاده سيلف ديفونس معناتها كي ديجا عندي تصاور نسيت الحق باش نوريهم لهم معناتها فيه اختصاصات وانت واش تحب وباش تولي مدرب لازمك تتعدى على الاختصاصات الكل وتكسروا كلياجور هذيك تبدا بشويه باللوح بالياجور بال وصلت لهم المراحل هذيكم؟ الكلنا وصلنا لهم لا نعرف ما تلقاش نادي رن وين تلقى بعد برشا انترينمون بالطبيعه ما تنجمش توصل ما فماش حاجه هكا راه لاباس؟ لاباس اما كي تلقى البلايص تلقى يظل لازمها برشا كونسنتراسيون برشا وخاصه انه تو برشا يتخيلوا انه مجهود جبار ومعناتها في الوقت اللي هي حكايه تكنيك حكايه انك تعرف كيفاش ووقتاش وبالضبط معناتها اللونج اللي تضرب فيها كذا هذوك ما الكل يفرقوا ساعات انت تلقى حتى في بطوله تلقى واحد ظريف وهبط له واحد جهامه طول بعرض وفي الاخر تلقى الظريف هذاك هو اللي وديما القصير هذاك اللي تقام عليه قبل ما نحكيوا على البطولة العربية بطولة العالم تحصلت عليها عام 2017 في موسكو نعرف اللي في الرياضة هذه بطولة العالم ثم كاتيجوري كيفاش تتقسم بالوزن هي وقت اللي لعبوها بطولة العالم لعبوا جميع الأصناف وكانت حاضرة ما معنى جميع الأصناف معناتها من الصغار بالكل حتى كش للكبار دخلوا فيها حتى الفيتيرون اللي أكثر من 40 سنة فوالا وتقعد تصفي اما قبل ما تصفي في بطوله العالم فما تصفيات تصفيهم كل واحد في بلاده تصفي على المستوى الجهوي الاقليمي الوطني الدولي الافريقي وكل بعد هذاك هو الكل اللي تصفى موسكو 2017 احكي لي على البطوله هذيك كنت عارف اللي باش تربح ولا لسه كان عندي احساس خاطر التحضيرات ما كانتش تحضيرات عاديه كنت نوصل حتى بالسته وثمانيه سوايع في النهار وتدريب ليكيب اللي كنت معاها نحضر في النهايه يكون بعد جمعتين نلقى روحي وحدي. هل تترانا يعني تابع عندنا جامعه ولا ما عندنا جامعه؟ تابع منتخب ولا بصفه فرديه ولا كيفاش يتم العمل؟ هي الكوشيكي اول ما بدا. ساعات هذوما اللي يعملوا سبور اون سولو يتشكاو برشا من الجامعات من التجيه ساعات يمشي وحده يمشي على حسابه. حبيت نعرف شويه تفاصيل هي هو الكوشيكي اول ما بدا جمعيه صغيره في معناتها بشويه عباد بدا يكبر بعد عملنا اتفاقيه شراكه مع الجامعه التونسيه للكيوكوشينكاي خاطر قراب لبعضهم هما مو كلهم اولاد عام كيوكوشينكاي حاسيلوها بالنسبه للخرجات نتاعنا للامانه معناتها التراخيص وكل تعطيهم لك الوزاره وكل ولكن الدعم المادي تقول لك تصرف على كيستك فوالا
قاعدين عندنا مساعي الحق في النقطه هذه، خاطر هاني قلت لك كل مره قاعدين نكبروا، كل مره قاعده زاد انت ما تنجمش تجيب اختصاص جديد وتطلب الوزاره تقولها توا نحب المبلغ الفلاني، جيب نتائج واعمل ووصل وكل، انت لازمك تعمل انيسياتيف وتوريها اللي احنا هنا وصلنا، فهي وقتها تكمل. وقت اللي تلقى عندك برشا عبيد مش دوز من الناس مشيتوا عملتوا مشاركه فرديه وحدكم تمشي بعد تقول هي تعطيني يعني التويكا رياضه معترف بها، معترف بها اي به. تحصلت مرتين على البطوله الافريقيه في تونس ولا لا؟ لا مش في تونس. وين؟ واحده برك في تونس والاخرى في الكوت ديفوار. الاخرى في الكوت ديفوار دارجه برشا في الكوت ديفوار، دارجه في الافريق الكل. الافريق ما انت ما شاء الله صحه تبدين مؤخرا شاركت صحه تبدين تستحق لا صحه تبدين. اجا نقول لك الطقس نتاعو، انا نحكي لك انا مثلا شاركنا في بطوله كاس افريقيا في باماكو 2020 بون انا شاركت بصفتي حكم دولي. اما لكن المناخ نتاعهم احنا دوبا وصلنا مثلا نتنفسوا بالصيف طبعا مستوى جام في خارجين من هنا بالكبابط غادي كمية الواحد يلقى يقلع جلده من السخانه، سخانه ومش سخانه عاديه، سخانه اميد وضغط جوي كبير، دونك هذوما كي تحط لهم كاسكا وكل ماهيش باش تاثر فيهم لك الدرجه، فهمت؟ يعني لازم النفس يكون به، الكارديو غيره، خاطر لازم بدنك يكون مخدوم، ما تنجمش تكون انت ما نعرفش انا، لازم وخاصه في البطولات الكبار المصنفه، معناتها ما تنجمش تكون انت تحضيرك متوسط ولا ضعيف وتمشي نعطيك اكزومبل بتاع كوره. مثلا تونس باش تكور ايكيب ناسيونال، تخاف من البرازيل، تخاف من الارجنتين، تخاف من المانيا، تخاف من الكيبات الكبيره في افريقيا، تخاف من مصر، تخاف من الجزائر. انتوما في الرياضه هذه اناهم الكبارات تاع البلدان، الكبارات الكبارات الساعه اش بابنا لا مع الناس رياضتهم رياضتهم وراضعينها في الحليب. الرويسه بعدهم الرويسه راهم عندهم دعم كبير برشا، راهو حتى من الدوله نتاعهم من السلطات من وبالرسمي معناتها توا يحبوا يفكوها، راهو كاريمون لليابان. ثالثة ممكن الجزيرية، الجزيرية ما شاء الله واعرين واعرين والله صب لي عندك ما يفلكش هما حتى في طبيعتهم معناتها تحية لهم، تحية كبيرة لهم بصدق. احنا برشا تحضيرات عملناهم بمساعدتهم هما راهو. اتصلت وقتها في تحضير الباماكو، اتصلت برئيس اللجنة الوطنية الجزائرية وبعث لي مدرب المنتخب نتاعهم وبعث لي زوز ابطال عالم باش يحضروا لي جماعتي. قد التعب قد الربح ولا؟ التعب اكثر برشا من الربح وهذا طبيعي معناتها ما فماش انا قلت لك انا ما فماش حاجه سهله، راهي الناس باش تشوف انك تشوفك دقيقتين ثلاثه نتاع طلعت على البوديوم، اللي وراهم هذوك ما يراهم حتى حد، تراهم انت يطلعوا على البوديوم ديما ثم جوائز، ثم ميداليات، ثم كؤوس. اسكو كيما نحكيوا على التايكواندو ولا غيره ولا اقل ممكن اللي بينيفيس اللي يجيوك من السبور هذا؟ وضح لي السؤال بالحق. يعني اليوم الربح المادي من السبور هذا موجود ولا اسكو كي تاخذ وانت بطوله العالم في موسكو اسكو تروح منفهم فرحانه ولا جوست ميداليه وكهو؟ ميداليه وكهو بربي. وتمشي على جيبك من فوق. علاش؟ يعني بطوله عالم نورمالمون اللي يربح ياخذ جائزه ماليه. توا بديني ديجا احنا البارح في الليل عملنا اجتماع مع الاتحاد الافريقي في الموضوع هذا. لانه زاد من غير المعقول، ايش نقول لك راه وقت اللي تحكي لي على فما زاد فرق، احنا مثلا فما جامعات عالميه اللي كبيره برشا، مثلا ما تنجمش تقارن تو كلها رياضه، ما تنجمش مثلا تقارن الفوت برياضه دفاعيه. طبعا هما البيدجي ولي سبونسور اللي عندهم والكل اكبر برشا برشيت. قاعدين توا نتناقشوا ديجا ريت حتى البطوله العالم اللي باش تعمل السنه في اوكيناوا حابين يفكوها في روسيا وحابين يعملوها بالفلوس.
بو دو فلوس. فلهنا قاعدين فما معناتها اولا ساعه حابين ياجلوها على خاطر بحثيهم الهند وما انت ضربت برشا بالكورونا. ثانيا انا البارح وقت اللي سالتهم على الوضع الوبائي عندهم ما عدا الجزائر بدات هكا شويه، الباقيين كل الدول الافريقيه زاد وضعيتهم خايبه برشا، معناتها التدريب واقف، حتى مالي زاد سافا شويه، ما الباقي كل بوركينا فاسو وكوت ديفوار وكل كلهم موقفين. نسالك سؤال شطر شخصي وشطر رياضي، هل الرياضه نفعتك اليوم البارا في الشارع؟ اكيد جدا. ثم مواقف نفعتك الرياضه فيها؟ كيفاه؟ وقت اللي انت تبدا تتدرب في الحصه مثلا باش تتدرب على فما حصص نتاع انك لا سيلف ديفونس. مثلا احنا اش نترانيو مثلا بسكينه، اما تبدا مثلا لوح ولا بلاستيك، هاو كي تجيك من هنا شنو تعمل، هاو كي تجيك منا شنو تعمل، هاو كي تجيك منا شنو تعمل، مثلا باش تتخنق هاو كي تتخنق من تالي كيفاش، كي تتخنق من قدام وتبقى تعاود فيهم مره الاولى بالرالونتي ومن بعد تبدا تسرع. تعرفت الموقف في الشارع؟ فاوتوماتيكمون وقت اللي تتحط في الشارع مش وقتها باش تتضم وتتبهل وتبدا تخمم انت في اللحظه هذيك اش باش تعمل، سي ديجا كليت ريحه وخطفوك وقتلوك وعملوا لك، انت يولي عندك ريفلكس. صار لك موقف في الشارع؟ صارولي. اي صارولي. صارولي بالجمع عادي طبيعي يا اخي، احنا سيرتو توا في وقت توا راهو. شنو اصعب موقف صار لك؟ برشا. ايه اعطيني واحد اللي يجي اول موقف يجي لبالك. صار لي موقف نتاع تنجم تقول تحرش، فهمت؟ وانا من النوع اللي حتى كي كلمني حد في الشارع راني نطبس راسي ونتعدى، معناتها جي فيت. وحتى في حياتي مانيش. طيب ولدي اختك سايب عليك راك تاكل. لا 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 ما نقولش هكاك، بالعكس نطبس راسي ونتعدى، حتى كي نسمع كلمة عرفت من 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 ما نقعد انا ونقفل ولا ونعارك ونعرعرف برستيجي كمان. كمان تصويرتك. ما نحبش. اما وقت اللي يوصل مثلا لدرجه انه مد ايده. اي اش عملت؟ وقتها قطع هالو قال مصر. قطع هالو. كليت ريحه؟ وقتها خلعت له كتفه. خلعت له كتفه. وقلت له برا اشكي فضيحتك فضيحه. اما بعد ولينا اصحاب. خاطر جاي واعتذر وقال لي انا بالحق مصدوم، قال لي ساعه خاطر وقت اللي راني هو شافني في روبا راه روبا ومكياج وكله نمشي ما تخيلش وتالون ما عمره، قال لي عمري لا كنت نتخيل قطارا اخر هذه هي انه قال لي ساعه نغزر لضربه جاتني ما فهمتش كيفاش وين والقوه هذيك منين جات، فهمت؟ نغزر لك ضعيفه ستي ما انت تغلط، فهمت؟ من بعد الحقيقه جاء اعتذر ولينا اصحاب. حكينا في الموضوع هذا نتاع التحرش، معناتها اي به نفترض جدلا اني انا ما نجمش ندافع على روحي، هل انك انت تكون قوي هل هذا يعطيك الشرعيه انك تتجرأ على طفل على طفله على كبير على صغير على ايا كان؟ كيف نفس الحكايه ديما نحكيها مع اللي يترناو، مش معناتها ربي يعطيك صحه بدين وتعرف تو بو تو ديفوندر وتعرف تستعمل العصا ودرا شنو انك هات نحكيوا على جديد. احكي لي على البطوله العربيه اللي من المقرر كان باش تصير في مارس 2020 ثم مارس 2021 في تونس، بطوله عربيه للكوشيكي. للكوشيكي البطوله العربيه اللي هذه لافيش هكا ولا لا هذيك لوبين، هذه بطوله اون ليني. اول ما تعملت احنا المره الاولى عملنا برنامج نتاع البطوله العربيه وبدينا في التحضير. الديوان في الوزاره وقفوا التظاهرات الرياضيه، معناتها اصدروا القرار اوفيسيلمون وهبطوا في الباج اوفيسيال نهار 9 مارس، الوغ كو احنا البطوله العربيه كانت 22 و23 و24 مارس. حضرنا الدنيا الكل والعبيد ايزون كونفيرمي ديريا ما شاء الله اكثر من 14 جمعيه اللي وبعثوا حتى نوامر لي بوس ريزيرفيو في تونس في الاوتيل كل شيء. للاسف تاجلت. قعدنا قاعدين في الفتره نتاع الكورونا شنو نعملوا شنو نعملوا. في اول فتره الكورونا عندي صديق سألني قال لي هي البطولة العربية المفروض باش تصير فيها معناتها مقابلات كيف هكا ولا كتا؟ ضربت في مخي قلت به هذوما ما يتعملوش. أما الكتا أما الكتا تنجم تعملها، تنجم أنت تصور بتليفون وتعمل ال 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 ضرب بالعياط هذيك هذيك هي هذيك هي موت. تحسب الامباكت تحسب السوبليس تحسب الريتم تحسب الضربه، مش كيما تبدا مكبوسه وفي حقها كيما تبدا جوست هكا رامي يدك، مش كل يد تترمي صحيحه. عاد ضربت في مخي كلمت النائب رئيس الاتحاد الافريقي قلت له اش قولك؟
قال لي هجر كيفاش بعث لي وقتها فيديو كلي نتاع جو فيديو كلي يبداو يتعاركوا قال لي كيف هكا قلت له لا راهي مش كيف هكا راهي 1 2 3 قلت له وحكيت مع رئيس الجامعه العالميه قال لي للامانه ما نجمش نجاوبك خاطر ما تعاملتش قبل معناتها ما عنديش فكره انت تحكي في حاجه جديده قلت له اعطيني الفافير كان ربحت ونجحت هنا الكلنا محلينا نهبلوا كان ما ربحتش قول لهم هيك هاجر هي اللي غلطت فوالا جاسيوم قال لي اوكي قال لي نجم نكون سوبرفيزور فيها قلت له بيان سور كلمت لانسيتها وبما اني الفكره مش مقبوله وجديده وديما باش تلقاك الصد فلانسيتها غراتويتمون والحكام اللي عندي بيان سور هما يشاركوا بلاش اما حكامي يخلصوا دنيتهم وجوهم والكل وقعدت نخدم عليها وكل من بعد لانسيت كل معناتها عندك انت لجنه وطنيه او جامعه وطنيه في بلادك عن طريقه هي يتم التعامل باش ما يجيوش مثلا نشاط موازي وندخلوا في كلمت عملت بهم اجتماع وكلمت الحكام عندي 8 حكام دوليين من كندا من روسيا من الجزائر من المغرب من المانيا وكل قالوا كيفاش انت باش تعملها بلاش حتى احنا زاد نجيو ونشاركوا بلاش جاو على كاستهم لي معناتها اون ليني اون ليني داكور اون ليني يتبعثوا لي فيديو وعندنا برامج ثم مثال انت حكم ماك انت كي تحضر في البطوله ماك تبدا قاعد وعندك مثلا لامباكت على اثنين الدرا شنو على كذا الحركه على كذا كي تغلط في لونشينمون على كذا النفس نتاعك على كذا غزرتك ولونجل نتاع كل ضربه على كذا وبعد يتحسب التوتال هذاك يبدا قدامك هو نفسه انت فيديو كومبليكي شويه ولا كومبليكي برشا قعدنا 14 يوم نخدموا فيهم باش نصفيوا النتائج 14 يوم وشاركوا فوق ال 1000 اللي ريالمون قداش تدوم هي كان جات ماهيش اونلاين ريالمون ما تفوتش نهار يبداو يصفيو ومن بعد كانوا ان ديفي بالنسبه لك انت كان ان ديفي 14 يوم يصير وصلت ما نرقدش في الليل معناتها نرقد ساعتين ونقوم نخدم خاطر واخذ الكوماند باش يرقد الافكار يبدا يدور احكي لي على البطوله العربيه يلا البطوله العربيه والله هي تاجلت سني سالوني على الموعد نتاعها قلت لهم ما نجمش نحدد موعد طالما الجزائر مسكره والمالي مسكره ما تنجمش وانا عملتها بطوله عربيه مفتوحه المره الاولى لانسيتها بطوله عربيه يا اخي الكندا وروسيا وكل كلموني قالوا لي هجر نحبوا نشاركوا في تونس خاطر انا عملت 7 بطولات دوليه نظمتهم لهنا في تونس وجاوا وشاركوا وطبيعي جدا انه اي اكيب وقت اللي يجي ويشاركوا يلقاو ظروف طيبه ويلقاو اورغانيزاسيون بالقدا وسورتو انا ديما نسعى انه النشاط الرياضي يكون معاها نشاط سياحي ترفيهي معناتها باش يدخلوا للبلاد ويتعرفوا عليها فوالا نعمل الواجب الكل ف الكلهم كلموني اي برا قلت لهم بطوله عربيه مفتوحه مرحبا بالناس الكل مفتوحه مرحبا بالناس بالناس الكل كان يصير في المغرب هي كانوا فما برشا اللي حبوا بتيبي خاطر معناها انا راني علاقتي في القوه ساعه انا علاقتي بيهم طيبه جدا جدا فوق ما تتخيل لانه معناتها كل شيء قاعدين نتناقشوا فيه مع بعضنا كل شيء وفينا المام انا وقت اللي مثلا المغرب تعمل اي بطوله أنا وجماعتي ونمشي وننظم ونقطع روحي ونعملهم الكل صحاح وكأني البطولة متاعي نجاحهم من نجاحي طبعا في باماكو وقت اللي تعملت الكاس إفريقيا بالرغم اللي أنا وقتها معناتها تعبة شوية قعدت قديش معناتها اللي الناس كل لاحظوا معناتها الحكام يمشي مثلا يحكم لك يرتاح شوية يمشي يفطر يمشي أنا ألافيل ما نرتاح الا ما تكمل الجورني عليها خاطر لازمها تنجح هذوك مصحابي هذوك مصحابي نجاحهم نجاحهم من نجاحي هل حب للرياضه هذه عليه حب للرياضه وحب راهي حاجه اللي انا امنت بها وانا انسانه بيرفكسيونيست معناتها نلاحظ ما نحبش انا وياك صحاب وانت قاعده تنظم
ما انت هل من اللائق انه نجي انا نبدا قاعده في الاوتيل؟ قال شنو مش انا اللي منظمه، انا نمشي نشارك كحكم ونخلص. هل من اللائق اني نلقاك تجري وتجري ومن الطرف للحرف وعندك برشا وفود وعندك برشا عبيد وعندك برشا تنظيم وانا عندي خبره في التنظيم ونجي نخليك هكيك معناتها وساق على ساق وقاعده نتفرج؟ بالطبيعه لا، ما تنجمش. فانا وقتها في الوحدات في لي كونفيرونس ونترجم ونمشي ونجي وفي الميديا ونعمل في لي كونتاكت طبيعي هذاك، كيف ما هما زاد وقت اللي يجيو لتونس حاجه من وراء العقل. انا وقت اللي نقول شكون باش يجي للجنه التنظيم لي بينيفول اللي نلقاهم لدرجه اني ما عادش لاقيه وين نحطهم، معناتها العبيد المتطوعين تلمو يجيو يجيو برشا وديجا دوبا نكلمهم ديما يجيو. حبك للرياضه هذه كيفاش العائله تعاملت معاه؟ الحقيقة دارنا بون مشجعين إلى حد ما، ولكن أولا ساعة في الرياضة عندهم الرياضة بيدها مش عاجبتهم، فهمت؟ سبور تاع رجال باش يشوف حاجة أخرى، فهمت؟ الرياضة تاع رجال هما الرياضة تاع رجال ومش حلو ما عادش يطلع عليك والحاجات هذوك الكل، ومعاهم التعب اللي قاعدين يشوفوا فيا تعبته. وأنت شنو تخدم باراليل؟ أستاذة إنجليزية. أنت أستاذة بتاع أنجلي، لاقية الوقت؟ نلقى الوقت، نلقى فقط شوية تنظيم ونلقى الوقت. يعني منظمة منظمة. وندرب في القاعات الرياضية زيدا. يعني يعني رئيس الاتحاد التونسي، كاتب عام الاتحاد الإفريقي، تدرب تحكم زاد قلت لي مش برشا؟ كي تبدا تعمل في حاجة تحبها مش برشا. انت بركه في تونس ولا برشا هكا اللي يحبوا سبور هذا ويدافعوا عليه؟ والله فما 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 برشا اللي يحبوا، وخاصه انه الظروف راهي عماله ديما ماشيه وتتحسن، معناتها وقت اللي انت مثلا وقت اللي تخدم وتلقى الناس كل قاعده تخدم والناس كل قاعده تدز وحدك باش تتعدي. كيما وقت اللي تخدم مثلا في مثلا تمشي الشركه تبدا نهار الاول نافح وتلقى ناس كل تكركر بعد بجمعه باش تولي معاهم. تولي تكركر كل مجموعه. الفرحه تعدي والحزن يعدي والطبيعة زاد تعدي. انت تعدي بال بال بالايجابيه بتاعك. عندكم بديتوا الجمعه اللي فاتت في دي ستاج تختاروا في المشاركين. للامانه احنا المفروض انا نبداو نهار 20، ولكن هاك ترى معناتها الوضع الوبائي وانا ما نجمش نقمر، ما نجمش زاد نجي نلم عباد اللي جايين زاد من بلايص موبوءه، يبدا واحد فيهم مريض راوي المجموعه الكل ويروحوا هما من بعد لديارهم، اللي عنده بوه كبير، اللي عنده خوه مريض، اللي عنده مرته مش عارفه شنيه، ما الله لا يجعلني جر. ان شاء الله ربي يحميه. يتأجل التربص شوية ما يصير حتى شيء في الدنيا. معناتها اللي لقح يلقح واللي يحمي يحمي واللي على الأقل نسبة تنقص شوية ومن بعد أونغوبرون. سؤال آخر، هل الرياض هذا فيها سقف تعمر ولا لا؟ أنا ريت في أكثر من بطولة هي كان فيها سقف، هي أول ما بدينا نعملوا في التظاهرات كانت من 6 سنين حتى كش الـ40، ولكن وقت اللي أنا نلقى عبيد اللي 40 و45 صغير الصغار بالرسمي، علاش هذاك علاش تنحيه؟ جون وسبورتيف 45 كبير ماهوش كبير. أنا نعرف شكون 72 سنة سي حمادي شهلة ويطير تيران معناتها، فهمت؟ إيش نقول لك، طالما عنده الإمكانيات ما فما حتى سبب يخليك تحط له قانون اللي يقص له جوانحه. كيف بالنسبه للصغار، احنا عملنا فازه مزيانه برشا اللي هي عملنا اتفاقيه شراكه مع الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه، الغرفه الجهويه الرياض ومحاضن الاطفال. قاعده نشوف في اليوتيوب، نشوف في صغيرات دي جابوني وكله يعملوا في كتا، ومشيت اقترحت الفكره قالوا لي هجر فاش تعمل معناتها باش يحفظ لك، وصغير صغير حتى تقول له واقف ما يفهمها لكش، فهمت؟ روضه معناتها عامين و3 سنين. توجهت للوزاره قالوا لي هجر تاخذ الاذن نتاعهم هما، ما انت باش يعطيوك لاكسي الرياض ومحاضن الاطفال، اما راك لازمك تشوف شكون اللي باش يدربهم خاطر ما دربتهم انت. مشيت فعلا للغرفه الجهويه قالوا لي هجر اذا تعرف روحك تنجم، خاطر انا كي نبدا نقنع في عبد راني نتكربصهم له ونعملهم له كل صحاح، ما نخرج الا بالاوكي. فقال لي فازي اذا تنجم تعملها جرب، هنا احنا معاك.
اون فيغا مانيش موافق معناتها مانيش مقتنعين اما نسهلوا لك كيسكو سافا دوني. مشيت للرياض الاطفال بون ما كانوش متفاعلين برشا يقول لك اجا نشط لهم لعابهم شويه واكهو فما مدير روضه وقتها هي اللي بدات معايا حكيت معاها قلت لها شوف تو انت حفظتهم لي كوريغرافي الدانس المسرح قصايد بالفرنسي درا شنو بالانجلي المخ اللي تعلم لك هذاك الكل وتعلم لك القران وتعلم لك ما ينجمش يحفظ معناتها دي تيرم تكنيك اون جابوني ما ينجمش يعمل انشينمون ما ينجمش صحيح مش باش يكون كيما انا ادولت اما ينجم وريتها دي فيديو نتاع صغار نتاع عام وعامين قلت لها هما عندهم ادين نوع واحنا ادين نوع قالت لي فازي انا نشجعك وعجبتني بون الحقيقه مش كيما انا توقعتها كيما انا دربتهم خاطر شيحوا لي ريقي تعبوك برشا وقت اضطريت نكلم هو المدير الفني السابق بون هو ما عادش معانا حاليا خاطر مازال يكمل في الدكتوراه وان شاء الله يرجع لنا خاطره كفاءه الحقيقه هو ان بريباراتور مونتال فكان معايا ونقول له راني حرت معناتها حطيت روحي بتحط نفسيكو في بايخه راني ما عادش نجم معناتها الوقت يجري وانا قدام دي فيه والعينين الكل عليا باهي هاك جربت عنيدك شو عنيدك وين يوصلك وانا ما نحبش نستعرف بال خاطرك لازمك تنجح لازمها تنجح فينالمون تعملت البطوله الجهويه للرياض ومحافظه الاطفال كلموني للامانه برشا ولايات ما نجمش ندرب فيهم الكل معناتها وحدي ما نجمش فهمت ان شاء الله والله حابه في تكوين المدربين ندخل الصغيرات لانه توا برشا مدربين كي حكيت معاهم مع الفكره ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق نورتنا مره اخرى هاجر رمضاني بطوله بطلت العالم في رياضه كوشيكي 2017 عندنا والله برشا بون مش ابطال عالم اما في خلينا نحكي عليك انت ضيفتي مو ما لازمنيش نسوهم لا تنسى خاطر رفعوا رايه البلاد وشرفوني حصلت مرتين بطوله فرقي الكوشيكي رئيس الاتحاد التونسي لرياضه الكوشيكي الكاتب العام الاتحاد الافريقي لرياضه الكوشيكي كاراتيدو صحيح قلت ثم بطل ريتك تقول كوشيكي ديجا سيفيزونت كوشيكي سي بون مريقلين قلت ثم بطل عالم اخرين مش ابطال عالم لا بطلت العالم الوحيده هي انا اوكي بكل فخر وان شاء الله في بطوله العالم الجايه يعملوا كيفي وما خير ان شاء الله عندنا ابطال خاطر احنا رانا شاركنا في برشا بطولات شاركنا في الكوب دافريك شاركنا في الكوب دو لا روسي في يوكاتورنبورغ في نفس الاكاديميه اللي يلعب فيها تايزون وخبيب في ماليزيا في سيبيريا في روسيا كوالا لامبور في بالي يوكاتورنبورغ لسه مش شاركنا في الفيستيفال دو كومبا في موسكو شاركنا في برشا تظاهرات معناتها على الصعيد الدولي وان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله نشوفوكم في الاعلام اكثر واكثر مش ترجع مره اخرى بعدين باش نحكيوا على البطوله العربيه شكرا لك استاذ مغاني على حضورك معنا يعطيك الصحه نمشيو فاصل وراجعين حديثنا باش يكون على شوي اخر على مولود اعلامي جديد بيا تي في شوي اخر نحكيوا عليها بعد الفاصل ما تبعدوش